وعبد الرحمن ورشيد ومظهر، ثلاث حلاقين لهم صداقة وعشرة مع الفنان الدكتور طارق العلي اللي يزورهم بشكل أسبوعي علشان يحلق، لأنهم يشتغلون في صالون قريب من مسرح أبو محمد. وضيوف فقرتنا اليوم اكشفوا لنا وايد أمور عن عشرتهم مع أبو محمد وعن غشمرته وياهم ومع زباينهم. نبي نسأل الحلاقين الثلاثة من متى والفنان طارق العلي يزوركم في الصالون. هو ما شاء الله ما شاء الله صار لي 20 سنة مهني محلق ومدير، ممكن على طول يجي الحمد لله. أبو محمد بطبع الغشمرة في كل مكان، بالحلاقة يتغشمر أبو محمد. حلق ما شاء الله دائما غشمرة معي ويزهق ويستانس ومرات يزل شوية يعني كانت النظافة مزافة، والحمد لله هنا كله نظيف كل شيء نظيف الحمد لله. كم تاخذون وقت وانتم تحلقون حق الفنان طارق العلي؟ حلاقه عباد قشمر ساعه نص ساعه جدي، يعني حلاقه 5 دقيقه 10 دقيقه 20 دقيقه. ابو محمد يعصب عليكم اذا غلطتوا بالحلاقه، شو يقول هذا كذي كذي بس ما يزل. الفنان طارق العلي شلون يتعامل مع جمهوره من الزباين اللي عندكم في الصالون؟ ابو محمد يجي هني كله شوف ابو محمد ابي صوره انا بصوره انا بصوره كله هب كذي يعني. ايه واجد في نفرات قاعد يجي عشان صوره ما صوره، واجد نفرات، وحتى احنا بعد نسوي ما صوره.